الادويه اللي كياخذوها الناس في السوق بزاف هي دولي برا وفيتامين سي وكيطلبوا لي ماسك ولي غون والمعقم. هذا هو المطلوب اللي عليه الاقتضاد هنا في لي فارماسي. لي ماسك ما بقاوش عندنا حنا اليوم، ما بقاوش عندنا لي ماسك، كانوا موجودين. المعقم راه موجود، لي غون راه موجودين. الادويه اللي مطلوبه دابا هي دولي برا وفيتامين سي اللي كيخرجوا بكثر. تيقول لك خذوا ياخذوا دولي برا وفيتامين سي باش ما يتصابوش بهذا المرض. باقا الاثمنه ديالها هي الاثمنه ديالها، حتى حاجه ما زاد. راه المواطن اللي كيدير ليه واحد الاقتضاد باش كيزيدوا على باش لي فورنيسور كيزيدوا على لي فارماسي. النصائح اللي كنقول للمواطن هو يغسل يده ويبعد من الاجتماعات، ما يجتمعش مع عباد الله، وياخذ واحد المسافه ديال 1 متر ما بينه باش الشخص اللي غيهضر معاه.